بعد ما تكلمنا عن نشأة الشيعة وأصل التسمية وكمان حروب الشيعة وأصل الخلاف مع السنة كان ليه، واللي ما شافش الحلقة الأولى والتانية أحب أقوله فاتك كتير، بس علشان انت غالي علينا اضغط بس على البايو اللي هيظهر لك دلوقتي فوق للحلقة الأولى والتانية. عرفنا من الحلقات اللي فاتت إن الشيعة كانوا شايفين إن هم الأحق بالخلافة، وإن السنة خدوا منهم الخلافة وقعدوا سنين كتير يحاربوا علشان يرجعوا حقهم بالخلافة، لحد ما حصل كده مع الخلافة الفاطمية، تحديدا من سنة 909 ميلاديا لحد سنة 1171 ميلاديا، يعني 262 سنة، أكتر من قرنين من الزمان. وده هيخلينا نسأل نفسنا كام سؤال، هم عملوا ايه لما مسكوا الخلافة؟ ويا ترى ايه هو مذهب الخلافة الفاطمية؟ وازاي الخلافة الفاطمية انهارت؟ اسئلة كتيرة بتيجي في بالنا، وعلشان نجاوب عليها يبقى خير بداية كلامنا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم نقول اهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد متولي، ويلا بينا نكمل رحلتنا مع سلسلة الشيعة صراع بين العصور. علشان نحاول نعرف كل حاجة خلونا نتكلم عن البدايات ونعرف هم الفاطميون جم أساسا منين وإيه أصلهم، هي دي هتكون بداية الحكاية الصح بتاعتنا. أصول الفاطميين عليها جدال بين المؤرخين، الجدال ده ما تحلش لحد دلوقتي، وده لأن لقب الفاطميين واللي تعرف بيه خلفاء عبيد الله المهدي بيخليك تقول إنهم من ذرية سيدنا علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين وكرم الله وجهه، والسيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فبكده يبقوا من العلويين. بس قضية نصب الأسرة الفاطمية كان ولا يزال موضوع ما اتفقش المؤرخين عليه لا في الماضي ولا في الحاضر، وده كان لسببين. الأول هو الاختلاف السياسي والمذهبي اللي ساد بين المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتاني هو امتناع الفاطميين مدة من الزمن إن هم يعلنوا أنسبهم، وكمان تعمدوا إخفاء أسماء أئمتهم من محمد بن إسماعيل حتى عبيد الله المهدي في المدة اللي خدوا فيها مبدأ ستر الإمام الأول. والمقصود بمبدأ ستر الإمام الأول هي فترة ظهرت بعد وفاة جعفر الصادق وتبعه مجموعة من الأئمة محدش يعرفهم إلا خواص الشيعة بالطائفة الإسماعيلية، وهم محمد الكتوم والوافي أحمد والتقي محمد والزكي عبد الله، وانتهت بظهور عبيد الله المهدي ببلاد المغرب. ودخل كل مذهب بيختلف خصوصا بتحديد اسم ونسب عبيد الله المهدي قبل ما يكون مهديا وبعد ما بقى كده. بعض المصادر بتنفي عنه أساساً النسب العلوي، وبترجع نسبه للفرس أو المجوس، لدرجة إن هي بتصفه بأنه ابن يهودي. متخيل معايا الاختلاف وصل لفين؟ من نسب علوي شريف لأنه يتقال عليه ابن يهودي، وبترجع في نسبه المصادر لميمون القداح وهو فارس الأصل. ولو اختلفت المصادر بتحديد اسمه قبل استلامه رئاسة الدعوة الفاطمية، بتتفق على ان اسمه بعد ما بقى رئيس للفاطميين هو عبيد الله. وعلى الاساس ده سمت المصادر المختلفة الدولة الفاطمية باسم الدولة العبيدية. ومن ناحية تانية في مصادر معظمها شيعية بتأكد صحة نسب عبيد الله المهدي وبترجعوا إلى محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق. كلام جميل. طيب بعد ما تكلمنا عن أصول الفاطميين
يبقى يفضل أسئلتنا كتيرة، إزاي بدأت الدولة الفاطمية وكانت فين وإزاي انهارت وكان إيه مذهبها بين المذاهب الشيعية كتيرة. وعلشان نجاوب على كل الأسئلة دي يبقى ورقة وقلم وسماعتك الجميلة، ويلا بينا نبدأ نجاوب على الأسئلة بتاعتنا. الدولة الفاطمية أو الخلافة الفاطمية أو الدولة العبيدية كلها أسماء للدولة الفاطمية، وهي واحدة من دول الخلافة الإسلامية والوحيدة عبر التاريخ اللي كان المذهب الشيعي الإسماعيلي هو المذهب الرئيسي ليها، وده لأن كل دول الخلافة الإسلامية طول التاريخ كانت سنية. بدأت الدولة الفاطمية بعد نشاط دعاة الإسماعيلية بإحياء الجزوة الحسينية ودعوة الناس للقتال باسم المهدي المنتظر واللي تنبأوا بقرب ظهوره، وده كان في العهد العباسي، فقدروا إن هم ينجحوا في الأماكن البعيدة عن مركز الحكم العباسي. وبسبب مطاردة العباسيين ليهم واضطهادهم في المشرق العربي انتقلوا للمغرب، وقدروا إن هم يعملوا ليهم أنصار وجماهير بالأخص وسط قبيلة قتامة البربرية، وأعلنوا قيام الخلافة بعد كده. شملت الدولة الفاطمية مناطق وأقاليم واسعة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فامتدت دولتهم على طول البحر المتوسط من بلاد المغرب لمصر، وبعد كده توسع الخلفاء الفاطميون أكتر، فضموا ليهم جزيرة صقلية وبلاد الشام وبلاد الحجاز، فبقت دولتهم أكبر دولة استقلت عن الدولة العباسية. ومش بس كده، ده بقت المنافس الرئيسي ليها على زعامة الأراضي المقدسة وزعامة المسلمين بالرغم من اختلاف المذاهب الإسلامية. اختلفت المصادر التاريخية حول تحديد نسب الفاطميين، فمعظم المصادر الشيعية بتأكد صحة اللي قالوا مؤسس السلالة الفاطمية الإمام عبيد الله المهدي بالله، واللي اتكلمنا عليه في أول الحلقة بتاعتنا، إن الفاطميين بيرجع نسبهم إلى محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق، فعلشان كده هم علويين ومن سلالة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من خلال بنته السيدة فاطمة الزهراء ورابع الخلفاء الراشدين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ومن ناحية تانية في مصادر تانية بتنكر النسب ده وبترجع أصل عبيد الله المهدي إلى الفرس أو اليهود زي ما وضحنا من شوية. ونرجع نكمل كلامنا عن النشأة الفاطمية. أسس الفاطميون مدينة المهدية في ولاية بإفريقيا سنة 300 هجريا الموافق 913 ميلاديا، وخلوها عاصمة لدولتهم الجديدة. وفي سنة 336 هجريا الموافق سنة 948 ميلاديا نقلوا مركز الحكم لمدينة المنصورية. ولما قدر الفاطميون إن هم يفتحوا مصر سنة 358 هجريا الموافق سنة 969 ميلاديا أسسوا مدينة القاهرة بشمال الفسطاط وخلوها عاصمتهم، فأصبحت مصر المركز الروحي والثقافي والسياسي للدولة، وفضلت كده حتى سقوط الدولة الفاطمية. أظهر عدد من الخلفاء الفاطميين تعصبهم للمذهب الإسماعيلي الشيعي، فعانى أتباع المذاهب والديانات التانية في عهدهم. وعلى ناحية أخرى اشتهر غيرهم بتسامح مع المذاهب الإسلامية المختلفة عن الإسماعيلية. ومش بس كده، ده كمان مع غير المسلمين من اليهود والنصارى الأقباط واللاتين والشوام من الروم. واشتهر الفاطميون بالاستفادة من المكونات البشرية المختلفة لدولتهم، وده لأنهم استعانوا بالبربر والترك والأحباش والأرمن في تسيير شؤون الدولة، كل ده بجانب المكون الرئيسي للدولة واللي هو العرب. وبالرغم من أنه بأوقات مختلفة كان العصر الفاطمي امتداد للعصر الذهبي للإسلام،
بس قصور الخلفاء ما كانتش مدية أهمية للعلماء والكتاب البارزين زي قصور بغداد من قبلها. وكان الجامع الأزهر ودار الحكمة بس هما مراكز نشر العلم وتعليم أصول اللغة والدين. ومن أبرز علماء العصر الفاطمي كان العالم الجليل الحسن بن الهيثم، كبير علماء الرياضيات، ومش بس كده، والإخصائي بعلم البصريات والفلك. وعدت مؤلفاته 100 مؤلف ومرجع بالرياضة وعلم الفلك والطب، واللي على أساسهم اتبنت العلوم الحديثة بتاعتهم. بس الدولة الفاطمية بدأت بالانهيار بسرعة كبيرة، وده في القرنين 11 وال 12 الميلادي. والفترة دي كانت فترة حكم الوزراء، لدرجة انهم ما كانوا بيختاروا الخلفاء. تخيل معايا بقى نفوذهم وصل لفين. وكان الخلفاء اللي بيختاروهم الوزراء غالبا يا اما من الاطفال او الفتيان الصغار. واختلف عدد كبير من الوزراء مع قادة الجيش ورجال القصر، وده خلاهم يعيشوا بعصر من الفتن والمؤامرات، وسايبين الناس تموت من المجاعة والأوبئة لأن الأهالي ما كانوش أساسا فارقين معاهم. وخلال ده كانت الخلافة العباسية بقت بحماية السلاجقة، واللي كان هدفهم إن هم يرجعوا الأراضي اللي خسرها العباسيون للفاطميين. فقدروا إن هم يفتحوا شمال الشام وسواحلها وسيطروا عليها لفترة من الزمن قبل ما يستردها الفاطميون تاني. بس ما قدرش الفاطميون يسيطروا عليها لفترة كبيرة، وده لأن الحملة الصليبية الأولى كانت وصلت للمشرق وفتح الملوك والأمراء الصليبيين المدن والقلاع الشامية. ومش بس كده، قدر واحد من ملوك الحملة الصليبية الأولى وهو عموري الأول إن هو يصل لحد أبواب القاهرة ويهددها بالسقوط. واستمرت الدولة الفاطمية تنازع الموت حتى سنة 1171 ميلاديا، لما استقل صلاح الدين الأيوبي بمصر بعد وفاة آخر الخلفاء الفاطميون وهو أبو محمد عبد الله العاضد لدين الله، وقدر إنه يزيل سلطتهم الإسمية بعد ما كانت سلطتهم الفعلية انهارت منذ عهد الوزير بدر الدين الجمالي. وبكده يكون كلامنا خلص عن الدولة الفاطمية. مين بقى معانا لحد دلوقتي؟ اللي معانا نقوله انت بالقلب، ومستنيين رأيكم بالكومنتات. محتاجين مننا نتكلم بتفصيل أكتر عن الدولة الفاطمية، ولا نتكلم عن بطل القدس ومنقذ الإسلام بفترة كانت الأسوأ بتاريخ الإسلام ما بين صراعات واختلافات، وهو القائد الفز صلاح الدين الأيوبي. وبكده نترككم على رعاية الله ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.